جبرتك سيبني اتكلم. انت انا مش عايز اخطا ضد هو منافق اكبر. مفيش حاجه اسمها كده. ربنا يعني انا ما حللتش حاجه. اه طبعا اه طبعا. ازاي تتكلمي حضرتك هتيجي تقول لي لو سمحتي من فضلك ازاي؟ هنقول اهو حضرتك هو منافق اكبر واعظم لانه هو مطالب ان هو يكون بوشين او ده على اعتبار ان الرجاله ما بتعرفش على زوجاتها برضو على اعتبار ان الرجاله ما حدش الراجل ما بيعرفش مفيش الكلام ده. لا الراجل لا لازم تعتذر. لا مش هعتذر ده رايي وحضرتك رايي. حضرتك عايزني اعتذر عن رايي؟ لا مش حاجه عجيبه قوي. الراجل اللي بيتزوج باخرى بدون سبب هو منافق. لا مش راجل منافق ومدلع. بتقولي كده انت بتعترضي على شرع ربنا سبحانه وتعالى. بتقولي ان ربنا سبحانه وتعالى كده ان هو ده منافق. انت محرره. انت محرره على ايه؟ محرره يا بنتي انا عامل ده موجود بيا من غير ما افتكر. يعني من الاخر مش لما مزاجي اصلا لما افترى بيا. انا كفاره. انا كفاره خاطر انشر كلام. انت حرام. انا كست اللي مستغربه ان انت لا تؤذري مواقف النساء. انا بؤذر موقف النساء. انت حد يؤذر موقف النساء؟ من فضلك بس عشان الوقت يا جماعه. استاذه منى استاذه عبير بص هتاخدي كلمه اخيره عشان الوقت بتاعنا خلص. الحقيقه الدعوات لازم تقنعينا بحاجه واحده في ختامك. انت تقولي الكلمه الاخيره وتفهمينا بس حاجه مهمه جدا. دلوقتي الراجل مش من حقه يتجوز؟ لا مش من حقه يتجوز لو هيترتب على زواجه. كلمه اخيره. لو هيترتب على زواجه ضرر وهيترتب على زواجه ضرر. قهر ست خراب خراب بيت اطفال مش هيبقى مش هتلاقي ابوهم بشكل مستمر. والزوجه الثانيه برضه هتكون تعيسه بالمناسبه. الزوجه الثانيه مش هتتهنى بيه زي وهو هتعبده غريزته التكراريه والتعدديه بدل من الدعوات الاصلاحيه للاسره المصريه وثباتها وثبات قوامها. عدم الطلاق حمايه الزوجه وحمايه الاطفال ووضعه في حاله قوامه كامله. انتم تهلهلون الرجال. الرجال سوف تهلهل عن طريق الدعوات الرجعيه المتخلفه المستبده المدلسه للشارع المصري والمحرضه بالمناسبه. هي محرضه. شكرا استاذ. كلمه اخيره استاذه منى تختمي بيها. انا بواجه رساله مهمه جدا للسيد رئيس الجمهوريه. انا عارفه ان انت الاعباء عليك كتير جدا بس انا بنشدك كمواطنه مصريه انه حضرتك نظره على الاعلام الفاسد اللي بيخرب البيوت اللي بيخرب عقول الستات اللي بينادي النديه بالنديه للرجل. مفيش حاجه اسمها ربنا سبحانه وتعالى ما سويناش ببعض. انا بناشد حضرتك ان انت تشوف المجلس القومي للمراه. بناشد حضرتك ان انت تشوف القانون الرقم 100 لسنه 85 الصادر بخصوص ان المراه من حقها انها تطلب الطلاق في حاله زواج زوجها لانه ده ضد الشريعه الاسلاميه. لازم يقع عليها ضرر معين. بناشد حضرتك ان انت تشوف نظره لمجلس النواب انهم يحلوا المشاكل الخاصه بالانوثه المشاكل الخاصه بالمطلقين. انت اتكلمت عن موضوع الطلاق. موضوع الطلاق سببه الاساسي الاعلام الفاشل. سببه الاساسي المسلسلات والافلام اللي بتدعو طول الوقت للزنا والفجور في كل شيء. التعدد شرع الله. التعدد شريعة إسلامية. التعدد حلال وليس حرام. أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بدعو للحلال وما بدعوش للحرام. أرجو من حضرتك إن أنت تهتم برسالتي لأن أنا واثقة إن أنت هتسمعها واثقة إن أنت هتعمل بيها. بشكرك. وانا اسمي منى ابو شنب المواطنه المصريه اللي بتناشدك على الهوى بان حضرتك تضع حد للمهازل اللي بتحصل في كل البيوت للتفكك الاسري. شكرا.